بتعملي ايه؟ هي الناس المتخلفة دي بتقولي كده ليه؟ عشان شايفينك رقاصة. بس أنا غزية مش رقاصة. شايفوه ايه بقى؟ ما هي رقاصة هي غزية. ايه؟ أيوة، زي ما الفراخ هي هي كوكو، الرقاصة هي هي الغزية. وأنت كنت عارف يا إبو؟ والله العظيم هضربك يا إبو، والله العظيم هضربك. أنت بتطفيهم عشان خايفة عليا. أيوة أنا خايفة عليك، وأنت مش خايف عليا. عايزني أرقص يا إبو ده بدل ما تخليني أعمل حاجة محترمة؟ إن شاء الله كنت عملت سيدي القليط. كنت عايزة تعملي القليط؟ تعرف حبيبتي أنت لو عملت القليط والله العظيم العيانين هيزيدوا مرض على مرضهم عشان يتعالجوا عندي. طب وريني شطارتك أنت بقى وروح أنت أعمله. مسلم؟ يا أخت أعمله. طب تصدقي بقى عندي بقى هعمله فعلا؟ هما الدجالين بيعملوا إيه غير سبحة ودقن وحي؟ إيه؟ حي لا ده حي. إيه ده؟ انت كنت عارف بقى ان احنا جايين؟ ايه ده مين حضراتكم؟ احنا بتوع الحي. انا كان صوتي عالي قوي للدرجه دي اقول الحي بتوع الحي يجوا؟ هتهزر ولا ايه؟ فين التصاريح اللي انت عاملها للمولد ده كله؟ ايه ده حضرتك تقصد ايه بكلمه تصاريح؟ تصريح كهربا، تصريح اشغالات، تصريح من المرافق. حي